شهدت القاهرة اليوم قمة مصرية تونسية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد، وأكد السيسي اتفاق البلدين على التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه ناقش مع سعيد التطورات الليبية وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا. وتم التأكيد كذلك على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديداً على المنطقة وشعوبها. من جانبه قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ناقش مع السيسي الوضع في ليبيا، وأكد أنه يتمنى أن تسير الأمور في ليبيا في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنه لا مجال لتقسيم هذا البلد حسب وصفه. تعرضنا أيضاً إلى القضية الليبية، ونتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح، واتفقنا ونحن متفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا. ليبيا دولة واحدة، والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى ليست على القانون ولكن بواسطة القانون. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كما وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس السيد رياض شعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من تورنتو الإعلامي والمحلل السياسي زهير الطابة، كما وينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ بك سعادة السفير حسين هريدي. سيد حسين، كيف يمكن أن تستفيد مصر من التعاون مع تونس فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب، مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات المتعلقة بها؟ كما تعلمين حضرتك والسادة المشاهدين الكرام، الجماعات الإرهابية بتعمل على امتداد شمال أفريقيا ودول الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، فبالتالي تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية المصرية والتونسية وأجهزة أمن عربية أخرى في شمال أفريقيا على هذا الصعيد بتمكن الدول المعنية من مكافحة الإرهاب، وليس فقط مكافحة الجماعات الإرهابية بتشكيلاتها الحالية، وإنما كما أشار السيد الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع ضيف مصر العزيز الرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد، أشار إلى أن أيضا نعمل على احتواء والقضاء على قدرات هذه الجماعات على تجنيد الشباب العربي سواء في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو في المغرب. كذلك نستطيع أن نحارب سوياً الفكر المتطرف، فتبادل المعلومات بين الدولتين في غاية الأهمية، خصوصاً أنه تونس الشقيقة بتتعرض من آن لآخر لعمليات إرهابية، وبالتحديد في المناطق الجغرافية الملاصقة للحدود الجزائرية، وبالتالي دي خطوة كبيرة كنا نتمناها من فترة، وجاءت القمة المصرية التونسية اليوم لتوفر الفرصة لبدء تعاون مثمر وفعال في مكافحة الجماعات الإرهابية. أحب في هذه النقطة أوضح أن محاربة الجماعات الإرهابية ومكافحة الفكر المتطرف لا شأن لها بالمعادلات السياسية في الدول العربية المعنية بمثل هذا التعامل. نعم.
تصريح الرئيس التونسي بشأن الأمن القومي المصري أنه أمن تونسي وأن تونس ستقف إلى جانب مصر في أي محفل من المحافل الدولية بشأن مسألة التوزيع العادل للمياه وأنهم سيتبنوا ذلك الموقف، كيف يمكن أن يسهم هذا التصريح أو يسهم هذا التعاون بين مصر وتونس في هذه الفترة الحرجة المتعلقة بتصاعد أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا؟ بداية نثمن عليا كشعب مصري الموقف الواضح والصريح والأخوي والصادق الذي أعرب عنه السيد رئيس الجمهورية التونسية اليوم في القاهرة، من أن الأمن المائي المصري يعتبر جزءا من الأمن القومي العربي، وإن تونس ستتبنى أي مواقف تتخذها مصر في المحافل الدولية دفاعا عن حصتها المائية في نهر النيل. طبعا هذا التأييد التونسي لقى ترحيبا كبيرا من قبل جموع الشعب المصري، وهذا الترحيب وهذه المساندة التونسية بتأتي في إطار دعم عربي كامل للموقف المصري العادل بالنسبة لموضوع سد النهضة وحق مصر في الحصول على حصتها المائية السنوية 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في كافة الظروف، سواء في ظروف الفيضانات العالية أو في سنة الجفاف أو سنوات الجفاف الممتدة. نحن نثمن بهذا الموقف الأخوي، وليس غريبا عن تونس الشقيقة أن هي تساند مصر في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأزمات التي تمس الأمن القومي المصري. نعم، شكرا جزيلا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كنت معنا عبر الإنترنت من القاهرة، لك جزيل الشكر. أذهب بعد ذلك إلى ضيفي السيد رياض الشعيبي. سيد رياض، كيف تابعت هذه التصريحات وماذا بشأن التعاون مع مصر فيما يتعلق بالحركات الإرهابية والفكر المتطرف؟ كيف تابعت هذه التصريحات من جانب الرئيس التونسي؟ نعم، يعني نحن تابعنا زيارة رئيس الجمهورية لمصر، هذه الزيارة التي لم يقع الإعلان عنها مسبقا إلا يوم أو يومين قبل إجرائها، والتي باتت يعني ظهرت وكأنها فجائية، ولم يتوضح جدول أعمال هذه الزيارة ولا طبيعة القضايا التي سيتم نقاشها في هذه الزيارة. إذن منذ البداية كان هناك أسئلة حول هذه الزيارة وتوقيتها ولماذا لمصر بالذات، ثم أيضا على مستوى التصريحات لا شك أن هناك اتفاق مبدئي حول مقاومة الإرهاب وحول التعاون بين دول المنطقة في مقاومة الإرهاب، لكن في البداية وكما أشار سعادة السفير الآن التهديد الإرهابي الحاصل في تونس هو على الحدود الجزائرية، وكنا نتمنى أن زيارة رئيس الجمهورية تكون للجزائر لأن هي المعنية أكثر من غيرها معنا بهذا الموضوع، وبالتالي هي التي يمكن أن نتعاون معها في هذا الخصوص. نقطة ثانية أيضا تعريف مسألة الإرهاب، نحن نتابع طبعا التعريف المصري لمسألة الإرهاب وضمه لكثير من القوى السياسية وتصنيفها على أنها تنظيمات إرهابية، وهذا ما يطرح أسئلة حقيقة حول طبيعة التعاون الذي تحدث عنها رئيس الجمهورية مع الرئيس المصري. إذا كان المقصود بالإرهاب ما وقع الاتفاق عليه دوليا في تعريف الإرهاب والجماعات الإرهابية، فأعتقد أنه هذا محمود على الرغم من أولوية الزيارة للجزائر ربما في هذا الخصوص على مصر، ولكن إذا كان المقصود بالإرهاب هو التوسع في هذا المعنى ليشمل خصوم سياسيين، فأعتقد أن رئيس الجمهورية قد أخطأ العنوان، وكان المفترض أن لا تكون هذه الزيارة إلى مصر بل للجزائر باعتبارها مرة أخرى هي المعنية الأول بهذا الموضوع، والتعاون التونسي الجزائري في مقاومة الإرهاب كان سيكون أكثر إثمارا وأكثر مردودية ربما من الحديث في هذا الموضوع مع مصر. الإعلامي والمحلل السياسي زهير طابا،
البعض وكما يبدو أيضا أن ضيفي من تونس قد يتفق مع هذه الرؤية، فهم تصريحات الرئيس التونسي فيما يتعلق ب أو تصريحات في القمة المصرية التونسية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، فهمها وكأنها رسالة سياسية إلى حركة النهضة، باعتبار مصر أنها تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين على أنها حركة إرهابية وما إلى ذلك. هل فهمت نفس الأمر أم كيف ترى هذه التصريحات وهذه النقطة تحديدا التي أثيرت ما بين الرئيسين؟ في الحقيقة الذي ذهب إليه الأستاذ رياض يعني استبطان للخوف غير مبرر. كلام الرئيس التونسي والرئيس المصري كان واضحا، يتحدث عن الإرهاب، المجموعات الإرهابية واستقطابها لعناصر جديدة. ذهاب الرئيس التونسي كان أولى للجزائر أو مصر، نعم أولى مصر، لأن الزيارة لم تكن في حواها الرئيسي هي مقاومة الإرهاب، هي مساندة لمصر في معركتها حول المياه وأمنها القومي مع إثيوبيا. تونس هي العنصر غير دائم في مجلس الأمن الدولي وهي ممثلة للمجموعة العربية والأفريقية. يعني هذه الزيارة كانت زيارة مساندة ويعني تقوية للموقف المصري. أعود إلى سؤالك من جديد. نعم، المقصود به هو المجموعات الإرهابية المسلحة. ليبيا تحدها 6 دول: الجزائر، النيجر، تشاد، تونس والسودان ومصر. هناك تعاون أمني وثيق بين تونس والجزائر وتعاون أمني وثيق كذلك بين مصر والسودان. واليوم جاء التعاون الأمني الكبير والذي سوف يتحقق بين تونس ومصر بهذا الخصوص، تعاون أمني من أجل دحر المجموعات الإرهابية ومساعدة الحكومة الليبية الوليدة على مقاومة الإرهاب وفي على الأقل في يعني في أضعف الاحتمالات دفع المجموعات الإرهابية نحو الجنوب، ونقصد الصحراء نحو تشاد ويعني نحو الجنوب الصحراء. فهم تصريحات الرئيس المصري والرئيس التونسي على أنها تستهدف أو تستبطن تخويفا أو تهديدا مبطنا إلى المجموعات أو إلى الأحزاب السياسية الإسلامية في المنطقة هو نوع من المغالاة. يعني تونس دولة ديمقراطية والإسلاميون جاءوا بصناديق الاقتراع ولا مجال يعني المساس بهذه المبادئ. الدول لها سياستها الداخلية، كل يرى سياسته الداخلية ويديرها كما يشاء، لكن زيارة الرئيس التونسي إلى مصر كان هدفها الأساسي وبالأساس هي معاضدة أو دعم المجهود المصري في الدفاع عن أمنه القومي، خاصة أعيد أن تونس تترأس المجموعة العربية في مجلس الأمن. نعم، وضحت فكرتك سيد زهير. طب أذهب إلى الدكتور محمود إسماعيل. دكتور محمود، كيف تابعت تصريحات الرئيسين المصري والتونسي فيما يتعلق بالوضع في ليبيا والحديث تحديدا على ضرورة خروج وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا؟ يعني برأيك من يقصد كل من الرئيس المصري والرئيس التونسي بالتدخلات الخارجية في ليبيا؟ بداية دعيني أقول بأنه تعليقا على ما ورد أنه قريبا من أن هذه الزيارة من السيد الرئيس التونسي إلى مصر أعتقد وأنها جزء من صراع الأجنحة الموجود حاليا بتونس من زاوية، ومحاولة لتوجيه الصراع إلى ما يتعلق بالجماعات التي تعتبر على أنها من الجماعات الإسلامية وعلى رأسها النهضة. هذا هو الصراع الذي بدأ واضحا فيما يتعلق بتونس ولم ينتهي بعد. والاستعانة بمصر في تجربتها لا شك أنها سيئة، ولا شك أن أي معارض سياسي ربما يتم تلبيس تهمة له مؤداها في أنه هناك عمل إرهابية وأنهم إرهابيون. تلك حقيقة قالة موجودة بمصر وما هي خافية، وكثير من السياسيين مسجونون وكثير من الإجراءات متخذة ولعلها بها تعسفهم في استخدام حقوق لا يمكن الإدراك. نعم، الجميع مجمع على ضرورة أن يكون هناك مكافحة للإرهاب وأن يكون هناك أيضا، والليبيون اكتووا بنيرانه. وعندما يتم الحديث على عدم التقسيم جيد هذا الأجود منه في أن تتخذ أيضا مصر إجراءات عملية في
فيما يتعلق بتصديق أقوالها بأفعال من خلال عدم التدخل السلبي ومن خلال عدم دعم حفتر أو محاولة قدر الإمكان التواصل مع جماعات محلية دون المرور على الجسم السياسي الليبي المعتمد حاليا أو المعتمد سابقا وإن كانت التجربة السابقة غير مبشرة. ومع هذا وذاك عندما يتم الحديث على رفض ما يتعلق بتقسيم ليبيا ذلك أمر رائع، أروع منه في ألا نرى ذلك لا عمليا. نتكلم على أن هناك توجهات خاصة من الشقيقة مصر حقيقة مريبة في الفترة الماضية، خاصة وأنها قد شنت حربا على المنطقة الغربية بمعونة مصر، والطائران المصري قصف ليبيا في أكثر من مرة وتدخل سلبي، حتى أن المسؤولون الليبيون يمرون وأحيانا غير المسؤولين أحيانا يمرون إلى مصر وكأن ليبيا كانت أو لا زالت ضيعة من ضياع مصر، وهو أمر خطير وخطير جدا. أجمل خطوة يقدمها المصريون أحيانا للليبيين هي أن يؤخروا خطوتين للوراء ليتركوا الليبيين وشأنهم وليحاولوا أن يكونوا إيجابيين. نعم مصر يجب أن تكون لدينا علاقة مميزة بها، ويجب أن يكون ذلك في مكافحة الإرهاب وفي غيره في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني، ويجب أن يتم تطوير الاتفاقيات الأمنية، فهناك اتفاقيات كثر في الماضي وأيضا يجب أن تستمر في الحاضر، لكن يجب أن لا تنقص من حقوق أيضا البشر ومن حقوق الثورة ومن حقوق أيضا التعبير السياسي. لا شك أن السيسيون حقيقة لا يزالون مترنحون في هذا، ومع هذا وذلك ليبيا ستكون بخير في ظل مجلس الرئاسي يسعى إلى ما يتعلق بانتخابات وفي ظل حكومة تحاول رأب الصدع مهما قيل وكيف قال. نعم وضحت الفكرة دكتور محمود إسماعيل، ابقى معي سنذهب بعد قليل إلى خبر متعلق برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد النفي، ولكن دعني بداية أشكر ضيفي سيد رياض شعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس، وشكر كذلك موصول إلى ضيفي زهير طابة الإعلامي المحلل السياسي كنت معنا عبر الإنترنت من تورنتو. أذهب بعد ذلك إلى ذلك الخبر، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد النفي أكد عزم بلاده المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا. جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للنفي تعليقا على تسلم الأخير أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى ليبيا. وأكد النفي أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. من جانبه نوه السفير التركي إلى استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من الدوحة دكتور علي بكير الخبير في الشأن التركي وأستاذ العلاقات الدولية بمركز ابن خلدون، ويستكمل معنا هذا النقاش دكتور محمود إسماعيل. دكتور علي بكير مرحبا بك. دكتور علي، كيف تابعت هذه التصريحات لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد النفي عن دعمه وتأكيده على أهمية الدور التركي في ليبيا ودعوته للشركات التركية لاستكمال عملها لأجل التنمية الليبية؟ مرحبا بك عزيزتي والسادة المشاهدين ضيفي الكرام. أعتقد أن هذه التصريحات تأتي في سياق إيجابي. كما تعلمون هناك محاولات مؤخرا من بعض الدول الأوروبية لا سيما اليونان للضغط على ليبيا للقيام بإلغاء بعض الاتفاقات من بينها الاتفاقات المشتركة مع تركيا لا سيما اتفاقية تحديد الحدود البحرية التركية الليبية التي ضمنت طبعا مصالح شعبي البلدين في شرق البحر المتوسط، ورأينا أن الموقف الليبي كان موقفا ثابتا منفتحا أيضا على أي صيغ من شأنها أن تضمن حقوق الجميع بما في ذلك حقوق ليبيا. أعتقد أن يعني تصريحات اليوم هي تصريحات واقعية وأيضا تنسجم مع الدور التركي خلال العام الماضي الذي أدى حقيقة إلى إيقاف حرب دموية كان يشنها حفتر ضد العاصمة الليبية والشعب الليبي، وإلى أيضا تحقيق الاستقرار والدفع باتجاه عملية انتقال سياسي. كما تعلمون الآن يعني موضوع الحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد المخول إجراء انتخابات نهاية هذا العام، هذا طبعا كان نتيجة للدور التركي الذي
ساعد حكومة الوحدة الحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة آنذاك، وأيضا مهد الطريق لعملية الانتقال السياسي. وبالتالي أعتقد أن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، وأن الطرفان يعيان أهمية هذه المصالح للدولتين، لا سيما بالنسبة أيضا إلى المشاريع الاقتصادية التي كان الجانب التركي طبعا يعتبر من أبرز المستثمرين الاقتصاديين في ليبيا تاريخيا، كان يقيم مشاريع اقتصادية تقدر بحوالي 13 مليار دولار، أوقفتها الحرب الطاحنة التي جرت في البلاد، والآن ليبيا في موقع يحتاج إلى إعادة نهضة اقتصادية وعمرانية وسياسية على مختلف الأصعد، وتركيا جاهزة لاستئناف العمل الذي كانت تقوم به ومستعدة للقيام بذلك. نعم، ابقى معي دكتور علي، أذهب إلى دكتور محمود إسماعيل. دكتور محمود، سياسيا وليبيا أيضا كانت هناك محاولات لوضع تركيا في خانة التدخلات الخارجية، هذه المحاولات استمرت سواء قبل المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا وبعد بداية وممارسة السيد المنفي لعمله والحكومة كذلك، هل تتفق مع رؤية السيد المنفي في استمرار التعاون مع تركيا ودعوة الشركات التركية إلى الإسهام والاستمرار في ما سماه بعمليات إعادة إعمار ليبيا؟ أعتقد جازما بأنها رسالة قد جاءت عملية من خلال رفع مستوى التمثيل لتركيا في ليبيا في سفير فوق العادة بطرابلس، واستمرارية للنهج في آليات التعاون، بل وصل الأمر بما يتعلق بالحكومة إلى أن أرسلت هذا اليوم وفدا يتكون من 25 شخصية، أي نحن نتكلم على أن جذور هذه العلاقة المستمرة وموغلة في التاريخ ستكون مستمرة حاليا وستزداد، بل بالعكس لعلها رسالة إلى الجميع المشككين والذين يحاولون الاصطياد بالماء العكر، لأن سوء حقيقة العلاقات الليبية التركية هي علاقات استراتيجية، لا يمكن لأحد يريد ليبيا ويريد الاستقرار ويريد أن يكون هناك هدوء أن يفرط فيها. علاوة على هذا وذاك، الليبيون لم يجدوا إلا تركيا وقطر وبعض من الدول تعد على الكف الواحدة، ولم يجدوا غيرهم في معونة الليبيين من أجل دولة مدنية، وعندما كان هناك عدوان استمر ل 426 يوما عجافا، كانت تركيا حقيقة هي الحليف الاستراتيجي الذي وقف قولا وعملا وصدق أفعال أقواله بأفعال واقعية على الأرض وصد العدوان وساهم مع الليبيين في اتفاقية تاريخية لن ينساها الليبيون الوطنيون، ولذلك لزاما أن يستمر هذا ويزداد. ولا شك أن ما يتعلق باعتماد سفير فوق العادة في ليبيا بطرابلس وتوجه وفد أيضا للمرة الثانية ومحاولة قدر الإمكان، نعم هناك مطالبات لا شك من اليونان، ولكن هذه المطالبات جد حقيقة غير مرئية، وكان الأجدى أن يتم العمل على الرد عليها ويكون ردا عمليا من خلال حتى تشكيل لجنة، ولكن يجب أن يكون لتركيا حظوة فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، هناك مشاريع مستقبلية ومشاريع ستكون أيضا عملية فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، بل إن الاتفاقية التي وقعت ما بين ليبيا وتركيا يجب أن تستمر بكل قوة، الليبيون يحتاجون إلى هذا ويحتاجون إلى تدريب قوات، ويحتاجون أيضا لأنهم متخوفين، هناك عصابات الفاغنر والجنجويد المتمركزة والمسيطرة والتي لا تزال مستمرة، ويحتاج الليبيون إلى من يساعدهم، ولن يجدوا أفضل من تركيا فيما يلي المساعدة، وأعتقد ذلك كذلك. ومن هنا يجب أيضا التوجه إلى القول بأن تركيا عليها أن تساعد في استمرارية مساعدة الدولة الليبية من خلال أيضا إجراءات عملية، حيث أننا نتكلم على واقع عملي على أن ليبيا تمر بأزمة فيما يتعلق بالكهرباء ومن الناحية نواحي أخرى، ولكن مع هذا وذاك الأمور مبشرة والعلاقات حقيقة تسير إلى الأفضل وستستمر وتزداد. حكومة نعم تواجه كثيرا من العراقيل، وربما هناك أيضا عدم إدراك لبعض الأولويات فيما يتعلق بالزيارات، ولكن الواقع العملي أن ليبيا حقيقة وتركيا شريكين اقتصاديين وأيضا استراتيجيين، يجب أن تستمر هذه الاستراتيجية ويجب أن تزداد وتقوى. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمود إسماعيل الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الانترنت من طرابلس. شكرا كذلك موصول إلى ضيفي دكتور علي بكير الخبير في الشأن التركي وأستاذ العلاقات الدولية بمركز ابن خلدون بالدوحة، شكرا جزيلا لك. قال مشاهدينا المسائية مستمرة وبعد الفاصل،
الفقراء لا يتلقون لقاحات مميزة ضد كورونا. منظمة الصحة العالمية تنتقد ما سمته خللاً صادماً في توزيع اللقاحات وتوجه لتوزيع اللقاحات المرفوضة أوروبياً في بلدان العالم الثالث. ضربات قلب تدق باب الحياة، إبداع الخالق يتشكل حين يمتزج الفرح بالبكاء. تبدأ حياة مليئة بالاختبارات، بالنجاحات، بالصبر، بالأمل. نتعلم وتنضج التجربة، نخرج من الظلمة، نرى اللمسة البيضاء التي رافقتنا إلى مستقبل أصح. مع الحكيم على الجزيرة مباشر.